المنازل، يعني هي اكتر شهرتها في المساجد والمنازل. لكن الحقيقه ناس كتير ما تعرفش ان رشيد كانت مركز مهم جدا للمسيحيه، ودخل ليه وتعتبر كمان كنيسه رشيد من الكنائس اللي يقال من الناحيه الدلائل التاريخيه او المصادر التاريخيه قالت ان هي تعتبر من اقدم الكنائس. في الناس بعض الناس ارجعتها ان المبنى الاساسي او الاثري كان بيرجع للقرن الخامس الميلادي، خلاص، في حين ان التجديدات الاساسيه يعني وجدت في اماكن او في فترات سابقه بعد كده. ده من الناحيه التاريخيه، خلاص. وهنتكلم برضو على اهميتها من ناحيه التصميم، لان هي تصميمها الى حد كبير مميز عن بقيه الكنائس اللي انتوا اكيد رحتوها وشفتوها، خلاص. كنيسه رشيد في الفتره يعني مصادر كتير جدا قالت ان كنيسه رشيد كانت موجوده قائمه في وقت، او ان هي بنيت في وقت احمد بن طلوع، لكن كتير قوي قالوا لا هي ما بنيتش في وقت احمد بن طلوع، لان هي كانت موجوده في ثوره الاباط الاولى، لو حد سمع عنها، اللي هي الثوره الاشموريه. اذا هي كانت موجوده بعد عمرو بن العاص، في الفتره ما بين احمد بن طلوع وعمرو العاص، اذا هي قبل القرن الثامن والسابع الميلادي كانت اصلا موجوده وكانت قائمه. ده رقم واحد. رقم اثنين، ان كتير جدا من الرحاله اوكي بعد كده وصفوها سواء في القرن ال 12 وال 13 وحتى ال 14 وال 15، وناس كتير كتبت عنها وعن اهميتها، زي مثلا علي باشا مبارك اللي على فكره ليه وصف الى حد كبير منظم ومفصل عن مدينه رشيد، وقال ان مدينه رشيد فيها ثلاث كنائس اهمهم واقدمهم واشهرهم هي الكنيسه الايه الاثريه الخاصه او المقدسه لمريم مصر. تمام؟ أثناء الحملة الفرنسية لمصر، للأسف طبعا الحملة الفرنسية ما كانتش بتحترم قوي المصريين، فهي دنست الأزهر الشريف، وبالإضافة حدثت يعني تدميرات واسعة جدا للكنيسة المرقطية في اسكندرية، وكانت الدعوة ليهم إن هو كان في إنجليز مستخبيين جوه الكنيسة، فده أدى لإيه؟ أدى لنقل محتويات عدد كبير جدا من الكنيسة المرقطية في اسكندرية، أو مقتنياتها البريشوس يعني، أو الحاجات اللي هم خايفين عليها، نقلوها هنا في كنيسة رشيد. بالاضافه لحاجه مهمه جدا، ان الاوقاف بتاعت الكنيسه دي في فتره من الفترات كانت تبع الاوقاف او الاملاك الخاصه بالكنيسه المرقسيه في اسكندريه، خلاص. بعد ما هدات الامور وبعد اجلاء الحمله الفرنسيه لمصر، رجعت معظم مقتنيات الكنيسه المرقسيه بتاعت اسكندريه رجعت مره اخرى للكنيسه المرقسيه في اسكندريه، ما عدا ايقونه واحده ان شاء الله يعني ربنا يسهل يا رب ندخل ونشوفها، اللي هي الكنيسه الايقونه بتاعت الملاك ميخائيل، هي دي تعتبر من مقتنيات اصلا الكنيسه المرقسيه في اسكندريه. بعد كده ده بالنسبه للتاريخ بتاع الكنيسه دي، وهي طبعا مكرسه للقديس مرقس اللي هو المبشر بالمسيحيه بمصر، وكلام اكيد انتوا عارفينه بشكل كبير يعني. تصميم الكنيسه دي مهم. الكنيسه اساسا لما بداوا بعض الحفاير فيها وبعض الترميم، لقوا ان كان في كده اساس تحت الارض، والحفاير اللي حصلت اول ترميم اللي حصل كان في 2005. خلص التاريخ وناتو ماشي؟ في 2005. فلقوا ان الكنيسه مبناها كان اساسا تحت الارض، وقالوا ان دوت بسبب ان الكنيسه كانت موجوده تحت الارض منعا لاي هجمات عليها او خوفا من اي اضطهاد او اي من اي نوع. لكن بعد كده هم حافظوا على الاساسات الموجوده تحت الارض وبنوا عليها الكنيسه ايه بعد كده على مر العصور. حصل الكنيسه ترميمات خلاص في فتره الستينات، وافتتحها دولة عبد الناصر، الى ان تم افتتاحها بعد كده في 2010 اللي هو المبنى الحالي. خلاص لما ندخل ان شاء الله هتلاقوا ان الكنيسه مصممه على الطراز البيزنطي، وان شاء الله هندخل كده نشوف ايه شكل الطراز البيزنطي.